عايشة ومرتاحة وبها ناس مشغول، خد عايشة ومرتاحة وبها ناس مشغول. بقى البنت يلا اديلك لغاية عندك وانت اللي تمشيها بنفسك يا ابن الفقرية. عامل ايه يعني؟ طب لو كان طب ولاياه كان بهدلني وقطع المصروف عني كمان. يا نخة، لو انت لسه بتاخد المصروف لغاية دلوقتي. يا سلام، انت يا غالي ما بتاخدش المصروف ولا ايه؟ عيب عليك، انا ادي بس. وبعدين انت ناسي ان انا شيك بقى في كل حاجه ولا ايه؟ يا راجل اول مره اعرف، خليك عرفت يا اخويا. الدنيا مش دنيا عافيه ولا عايش سودان، الدنيا عايزه قلوب صافيه مش قلنا ولاد. الدنيا مش دنيا عافيه ولا عايش سودان، الدنيا عايزه قلوب صافيه مش قلنا ولاد. بص بقى حالتها، نظام شغلك ده ما ينفعنيش. ليه بس كده؟ ما انت عارف مفيش ولا واحدة من المقاصيع دول يجر لك زباين قد المواعيد. يا ماما شغلتنا دي أساسها احترام المواعيد. ملحوقة يا مستر سطوحي، وبعدين طول عمرك قلبك كبير بيستحملنا. أنا ما بتثبتش. شايف الواد اللي هناك ده؟ مين؟ لؤي. أنت بتعرفيه منين؟ يوه زبون اتعرفت عليه واديته معدي كريهان. بلاش نصاحة يا بنت، الواد مليان ومعاه بفلوس هو العيال اللي معاه. شطارتك بقى تنفضيه. تأمرني بس محتاجة سلفة تاني؟ انت بتشبعيش؟ طب روحي الواد الأول، على قد ما هتظبطيه على قد ما هتظبطك السلفة. يخليك ليا يا ملك الليل. نقبك هيطلع على شونة، بقالي ساعتين بسقم لهم ولا الهوى. الولا ده باين عليه تقيل عميه، اتلهي على عينك انتي واجري. ماشي يا عم الشباب والرياضة. كانت حصلت تتمنى لو روح أقول والله ده أتمنى. هلو حبيب قلبي، مستني من زمان؟ بستناك العمر كله يا عمري. يا ابن اللعيب. لعيب؟ هو أنت لعيب؟ ده أنا اللعب كله، بس أنا بقى أحب أجيب جوان وعمري ما طلع الكورة بقى. عايشة ومرتاحة وفيها ناس مشهور، وانا ماشي بتمرجح فيها مرتاح. لفوق 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 يلا. جيت يا جهاد؟ سكر يا ماما. سنور يا دمال، اللي انت جايباه في ايدك ده؟ شوية كباب ليك انت واخواتي عشان تتعشوا. كباب؟ يا لهوي يا لهوي. ايه يا ماما؟ هو انا داخلة عليكي بحاجة بطلة؟ لا يا عين امك، بس الكباب يجرح المهية واحنا لسه في اول الشهر. ما تقلقيش يا ماما، ده زبون متريش قوي، ساب لي قرشين حلوين وهو ماشي. زبون؟ قصدي عيان، عيان بس مقتدر على الاخر. ربنا كرمه ووقف على رجليه وبقى زي الفل، وهو خارج من المستشفى رش على كل اللي بيشتغلوا فيها تبس، قصدي حلاوه طلوع. بقى انا بتتكلمي عليا؟ انا بتتكلمي عليا يا بنت اللذينه؟ اتكلمتي ولا ايه؟ انا اتجننت بقى كل اللي عملتيه. انا بعرفه، انا اللي هنقصه. انا اتجننت. ايه؟ لو انت كده روعي اكتمي يا بنت. فاهم يعني ايه اكتمي خالص؟ انتي طالبة؟ انتي في بنت محترمة تعمل في زميلتها كده؟ يا بيه اعرف اللي حصل الاول قبل ما تتعصب علي. يا بيه؟ يا باش، يا استاذ، يا حاج، يا معلم. معلم انتي ايه؟ فاكر نفسك في غرزة؟ في طالبة تتكلم بالاسلوب الواطي ده؟ يا استاذ البنت دي بتلسن عليا وبتقول عليا كلام مش ولا بد، يرضيك يعني اسكت لها؟ تقولي تضربيها بالشكل ده؟ امال اجيب لها دندرمة؟ بتتريقي؟ شكلك مش عاجب الكلام. والله يا حضرتك انا ما عملتلهاش اي حاجة، انا كنت بذاكر في حالي. يا سهتانة يا غلبانة يا كدابة يا بنت الواطية يا بنت المخ. خلاص يا بنت. ايه؟ انت نسيت اني اقف قدامك ولا ايه؟ يا عم ما تتعصبش عليا، ولا خلاص عشان اتمسكنت لك شويتين قلبك حن ورق. اما انك بنت قلة الادب مش متربية، انت ما تقعديش في المدينة يوم واحد. يا عم دي بتاعت الحكومة، هي ايه بنسون المنظرة؟ كده؟
طب ما انتيش بايته فيها علشان تبجحي براحتك. يا سلام، طب انا بقى هقدم شكوى وهوريك. وانا هكتب فيكي تقرير زي الزفت علشان الجامعه تنضف من الاشكال اللي زيك. يلا ارموها بره المدينه وارموا حاجاتها معاها. اشكال انا ويرموني؟ ماشي يا بيت، انا هوريك بقى. ما انت كده كده اي مرضى وكده كده مدينه وكده كده حاجه، هي يوم اسود من اول. استنى يا اسطى، اركبي. الحمد لله على السلامة يا خلود. الله يسلمك. ليه يا بنت؟ انت مراكش غير المصايب. هي اللي بتتحدف عليا والله. ايه اللي حصل؟ ها بلدينا على فين؟ اصبر يا عم، احنا مش بنتكلم. بقول لك ايه؟ انا اوديك شقة ماجد. تباتي مع عمه. لا يا عم، اهله خانقة قوي ماليش فيهم. انا هروح معاك، مش انت شقتك فاضية؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، ما تركن وتنزل تمدد جنبيها. انت بتتدخل ليه؟ ما تخليك في طريقك. ايه ده؟ ايه يا عم القديم؟ ايه؟ هنطلع على الحلمية. اطلع على الحلمية يا اسطى. ايه دماغك دي؟ ده انت قديم قوي يا راجل انت. غريبة قوي. بقول لك ايه؟ ما بلاش ماجد واهل ماجد. دول ناس خنيقة انا ماليش فيهم يا خالد والله. خلاص انا لقيت الحل. احنا نوديكي عند البنات تباتي مع سوا ورانيا عشان ما عندناش حريم تبات مع رجالة. ماشي زي بعض. دي دينا. طب افتحي. مساء الخير. اهلا اهلا بشجاعه السيما. انت ضربتي بنتي جامد قوي، عدمتها العافيه، اديتها علقه محترمه قوي قوي، بس هما يعني طردوني بشكل وحش قوي قوي قوي. طب خش يا اختي عشان الوقت متاخر قوي قوي قوي. رايه اتعشيتي ولا حضرلك تتعشي؟ لا ماليش نفس، متشكره قوي. ايه الادب اللي نزل عليكي مره واحده ده؟ انت فاكره نفسك ضيفه؟ لا انت من النهارده الشقه دي زي شقتك بالظبط، وانا بنفسي هحضر لك العشاء. فكرتيني بماما، هي بس اللي بتقولي الكلمه دي. يا حبيبه قلبي، ادام انا بقى زي ماما تحبي تتعشي ايه يا بنتي؟ يا حبيبتي. لا النعمة لو ما فصلت المزيكا الغامي ده لابصلك حبال الغسيل دي. بتشغل حاجة تفاريح لحجازي متقال ولا يعني فاطمة عيد ولا اي حاجة من الناس دي؟ حجازي متقال ايه يا ابني؟ يعني يغني لك يا حلوة شايلة البلاص عشان يعجبك؟ على فكرة المطربة ياسمين اختارت ناجي لأحلى أغنية في ألبومها الجديد. بجد؟ واو، ده خبر تحفة، ألف مبروك. ميرسي يا سيادة. ياسمينة دي اللي هي أحسن من فاطمة عيد ولا ايه؟ يا ابني حرام عليك، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. ايه اللي بتقوله ده؟ أيوة كده، ما تسكتلوش، ده أقل حاجة عنده. عليه النعمة تلم المتعوس على الخيب الراجع. هو أي حد مسك ربابة بقى مطرب؟ يا ابني هتموتني، ما بتشوفش تلفزيونات؟ مش عارف الفرق بين الجيتار والربابة؟ ده درامز يا خالد. أيوة يعني ربابة بالعربي. أنت في سنة كام؟ ها؟ أنت في سنة كام؟ أنا في كلية تجارة قسم محاسبة. إيه؟ في تالتة تاني. تالتة تاني ده حضرتك يعني مدبلر، فما تستغربيش، ده خالد. آه عشان كده منقشة معاك، تجارة مش عارف تحسبها. دي أقل حاجة عندي. يا حلوة يا جيل البلد. ايوه كده، ايوه اللي انت اللي سجنت قلبي يحبك بالاخلاص. زي ما ودك وديني، زي ما ودك وديني. انت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت، انت جاي تراقبها يابا؟ يخلص. عندك حشيش؟ ايه يا برنس؟ فيها شباب هنا في الحرب الجميع. ها مش عند ابو دوني اللي خرب الدنيا؟ اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني، والله العال تمر فيها خط الدعاوي الاعلام ماشي 100 100. ها عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي. عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين؟ اه ماشي. تعالى كده شويه. ها اخطف ناس دقيقة اقفوا كده اتكلموا مع بعض. ها خد وقت، ما تعوقش بس. ايه
ايدك خدها تاني ايدك حبيبي. ابرز بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي شكلكم شباب حلو. بص يا شباب تعرفتوا المكان اي حاجة اي طلبات خاصة بالكيف والتكييف طالعة عند الشجرة الصفرة. ها ماشي ماشي يا وحش. يلا طيروا انت. سلام ابو الشباب. سلام يا كوتش. ده شباب حلو زي الورد كتاب الله. اللي اقول لي يا طب اخبار الواد ده ايه؟ يا باشا انا بنفذ تعليمات سيادتك بالحرف الواحد اللي بتقوله لي بعمله على طول. بس انا جاي لسيادتك عشمان في كرمك حبتين. يا بص خير. انا باشا محتاجك تزود لي بس الكميه حبتين. انا مديك حصتك يا طلبه. يا باشا انا عايز بس يعني فرشين ثلاثة أربعة دلوقتي حالا. احنا يا باشا ربنا فتح علينا والشغل كبر. الله. احنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعه فبياخد زياده حبه. جامعه؟ اه سعاده الباشا. دلوقتي الطلبه داخلين على امتحانات وعايزين يتكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. بعدين بقى احنا عملنا خطه تسويقيه جديده عايز اقول لسيادتك عليها. احنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانب. خلاص خلاص انت هتحكي لي. اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا. ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال. عليا النعمه خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. انت في الجامعه هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل للجامعه الامريكيه وعهد الله. ولا انت خلصت الكميه اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده ثلاثه وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكميه وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام. تراك يا باشا. الواد ده عايزك تحط عينك عليه. شد عليه وارخيله. عايز عضمه ينشف. اشد عليه وارخيله. ماشي يا باشا. نرتب لي. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ طلبت الجامعه غرزه روح امك. يا باشا انت ما تعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ انا ابن خالتي الامين كريم معاكم. وانا اعرفوه. انت مش بتصحبوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وعاد الله دي مش غرزه يا باشا. اخلص يا باشا اللي معاك يا باشا. دي مش غرزه انت شجر صفرا يا باشا. استنى يا باشا الفلوس لازم والنبي يا جدعان. هات هات عضلات الحرس يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تخطب؟ تخطب مين يا موكوس يا ابن الموكوس؟ عايز تخطب وانت لسه طالب في الجامعه؟ هتستناني هتستناني لغايه ما اتخرج واشتغل. تشتغل؟ هو انت نافع في شغل ولا نافع في تعليم؟ ما انت لو كنت مشيت دغري كان زمانك هتتخرج السنه الجايه. انما لا ده انت لسه فاضل لك سنتين وانت بتاخد السنه في سنتين. يعني هقعد اصرف اربع سنين على حلوف زيك. هدي نفسك يا عبد العليم لحسن يا اخويا السكر يقل عليك. سكر؟ هو ده اللي قدرت عليه ياما؟ حاج يا حاج دي هتبقى قرايه فاتحه يعني حاجه عبديه كده مش مكلفه. ومين اللي هيدفع؟ اقف جنبي. يلا يلا قوم يا من هنا قوم لغايه ما تعرف معنى الرجوله. ابقى تعالى لي اتفضل بره 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 البيت. اوفر قوي اللي انت بتعمله. يلا يا عم مراسيل مراسيل وعايزك ضروري. في ايه مالك؟ اسكت يا برنس. سرقوني في الجامعه كانوا ناس ياخدوا الهدمه اللي عليا. نعم يا حبيبي الكلام ده انا ماليش فيه. تعب وتغطس وتجيب لي الفلوس. وانا بقول لك كده عم طلبه عشان تقول لي كده. انا بقول لك كده عشان تصبر عليا شويه وانا هجمع الفلوس والله واديهم لك. يا حبيب قلبي دي لو فلوسي اصبر عليك بدل اليوم سنه. لكن دي فلوس ناس. ربنا يكفيك شر حاجه الناس. يا برنس وعهد الله وعهد الله ما هتصبر عليا كتير. انا خلاص نازل شغل بكره
واول ما انزل شغل هجمع اي فلوس واديها لك اول باول. يا عم شغل ايه بقى، ما تقعدش تفلق دماغي. شغل ايه يا ابو شغل وانت فالح في اي حاجه؟ انت حتى شغلانه الجامعه اللي جات لك كده السبوبه الحلوه دي ضيعتها بغباوتك. والنبي يا برنس ما تقطمني وتجيب لي سيره الجامعه، كفايه اللي حصل لي من وراها. عشان انت غشيم وعبيط وما بتسمعش الكلام. نهايته عايز تشتغل ايه؟ يعني يا برنس هدرب المنتخب اشتغل كهربائي. كهربائي؟ اه كهربائي، الشغلانه اللي اتفطمت عليها. وماله؟ انا مش هرد لك كلمه. هتشتغل كهربائي ومن بكره تروح للواد عطيه بتاع المعتمديه وتشتغل معاه. تمام، تسلم يا برنس. كهربائي؟ اه وماله كهربائي، هو في احسن من الحلال يا برنس؟ الاستقامه حلوه. عشان تلحق محاضراتك. الحق ايه؟ ها؟ محاضراتي؟ ماما سيبيني انام. اقول لك ايه؟ انا مستحملاك وساكتة وصابرة من زمان، خلاص طهقت. في ايه يا حبيبتي مالك؟ انت فيكي حاجة يا ماما؟ انت بتستعبط يا ولد؟ بتستعبط؟ ها؟ بتستعبط؟ سقوطك كل سنة، الجامعة ما بتروحهاش، كل ليلة سهر وشرب وقرف، ده انت حتى ما بتداريش قرفك وسجايرك عني. راعي شعوري، راعي شعوري على الاقل يا عديم الربايه. ماشي يا ماما، فعلا انت عندك حق، انا فعلا غلطان في حق نفسي. صدقيني اوعدك ان انا هراجع كل حساباتي، بس اديني 3 دقايق. 3 دقايق انام، انا ما نمتش غير ساعتين بس. صباح الخير يا حبيبتي، هقوم اروح لك الجامعه واعمل لك كل اللي انت عايزاه. اقول لك ايه؟ حرام عليك، حرام عليك يا لؤي. انت عارف يا ابني انا بحبك قد ايه؟ انت عارف، انت لؤي حبيب مامي. في ايه يا ابني؟ انت بتدمر نفسك بايدك ليه؟ يا مامي اوعدك اني انا مش هدمر لك نفسي تاني، بس اديني فرصه انام واقوم اعمل لك كل اللي انت عايزاه. مفيش فايده، مفيش فايده، نام نام وخد دول معاك. مين دي؟ انت مش ناوي تيجي تبص لك بص على الشركه وتعرف ايه اللي بيتم فيها يا ابني؟ دي فلوسك وشركتك يا حبيبي. يا بابا انا ماليش في موضوع السياحه ده خالص، انت عارف كده. امال ليك ايه بالظبط؟ لا ليا في كتير، دراسه، نجاح، مستقبلي، كل ده. انت عايز تفهمني انك السنه دي هتنجح من اول مره يعني؟ شوف يا دالي، شوف يا دالي، انت ليك عندي ان انا انجح اخر سنه وبس. مفيش حاجه بتفرسني قد الثقه الزايده دي، زي الثانوية العامة اللي خدها في 4 سنين وسنتين في سنة أولى. إيه اللي حصل في الآخر؟ بذمتك يا مامي إيه اللي حصل في الآخر؟ مش نجحت؟ تقولك عندي إن أنا أنجح وخلاص. بس ده برضه ما يمنعش إنك تمر عليا في الشركة وتقعد معايا وتفهم كل حاجة ماشية إزاي في الشركة. يا ابني أنا لو مت ولا جرالي حاجة أنت هتدور الشركة دي إزاي؟ ما تقولش كده يا بابي. إن شاء الله هتعيش، وهتعيش كتير كمان، وهتعمل شغل كتير قوي، وهتعمل صداقات كتير قوي. ايه ايه ايه؟ صداقات كتير؟ صداقات يا مامي، صداقات، صداقات ما بين شركات وما بين الشركات التانية عشان الشغل يكتر. شغل حلو يعني. انا بس عايز افهم حاجة يا لؤي، انت ايه يا ابني بتروح الجامعة فاضي كده من غير اقلام ولا كشاكيل؟ ايه؟ بتكتب على ايدك؟ ولك يا شروق، اما الكبار يتكلموا تيجي تقول اللي في سنك يسكتوا خالص، فاهمة ولا لا؟ ايه؟ كشكوه؟ سامع يا مامي؟ سامع يا داد؟ على الاقل بقى انا مش فاشله زي ناس. ها الله 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 الله، ما تخليش انا اللي اتكلم. البيبي والشات لغايه الصبح واللوك لوك 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 طول الليل. اسكت ولا اكمل؟ لو اي حبيبي بص بقى احمرت. حد يكلم بنوته كده؟ ودي مش اي بنت، دي اختك الصغيره. سوري يا مامي،
لما اخذها كتكوت لما هاجي اجيب لك الكوكيز اللي انت بتحبيه. ايه يا حبيبي انت لحقت تاكل؟ اه يا حبيبي الحمد لله، اصلا النهارده مستعجل جدا. اتعرفت يا بابا على حته تعينت عندنا حته دكتوره، مش قادر اقول لك ايه الجمال ده، قصدي ايه الاخلاق دي، ايه العلم ده، ايه الثقافه دي. هي ثقافتها يعني شويه مختلفه عننا، انما مش قادر اقول لك. واهم بقى ما يميزها انها بتعمل على مد جسور العلم ما بين الطلبه وما بين المعلمين. وخد لي بالك انت، ها، واسمها سوسو، الدكتوره سوسو. وهي سوسو بقى، قصدي الدكتوره سوسو، بتدرس لكم ايه في الجامعه يا حبيبي؟ ملكيش فيه. ماليش فيه؟ سامعي غيري نفذني تاني. خلاص خلاص كفايه كده يا ولاد، انت مش محاضراتك لازم تلحقها، يلا بقى يلا على الجامعه، كفايه رغي. معاك فلوس؟ ها؟ معاه فلوس؟ هو معاه حاجة غير الفلوس؟ ازاي تقولي كده يا ماما؟ اه طبعا معايا مفتاح العربية والموبايل. يا بكاش موبايل. على فكرة يا ريتك يا محسن تبقى أكتر إيجابية وتكون متواجد في حياة ابنك. جراية فريدة، أنت عايزة تحمليني مسؤولية تربية لؤي؟ يا هانم أنت أمه اللي قاعدة معاه طول النهار مش أنا. ما قلناش حاجة يا محسن، ما قلناش حاجة، ماشي، بس على الأقل اسألوا الفلوس دي بيوديها فين؟ يا هانم المفروض انت اللي معايا تراقبيه وتوجهيه، بس للاسف سيادتك مش فاضياله. الصبح في النادي وبالليل في حفلات صفوه المجتمع والشله العجيبه اللي انت ماشيه معاها. شلتي على الاقل معروفه، لكن انت شلتك مين؟ فريده، اذا هنتناقش مع بعض اكتر من كده هنتخانق زي كل مره. على العموم انا خارج وهتاخر بالليل. ابوس ايدك يا جميل، احتويني يا جميل، خدني تحت جناح. ولا ولا قوت الا بالله، اعمل بيك ايه بس؟ يا عم ده انت فشلت من اول اسبوع. يا كبير ما انت عارف ان ده مش كار، ما انت عارف ان انا كهربائي. انت بقى لا نافع لا كهربائي ولا سرسجي. والنبي يا كبير اقف جنبي احتويني علمني، وهتاكل من ورايا الشهد والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعلنا من قطعين الارزاق يا رب. ماشي يا طلعه، يعني اعتبرها اخر مره؟ اكتب لي اخر مره وهتشوف، هعوضك على كل اللي فات. ماشي، انا هنسى اللي فات وهعمل معاك اتفاق جديد. فاكر الواد اللي كان راكب العربيه للسكور اللي جه على ناصيه الحاره عندنا واشترى منك فرش كامل؟ وده ماله ده؟ الواد ده ليه في البودره طلعت؟ بودره ايه؟ هتستعبط فيها ولا ايه؟ بودره تلج يا حبيبي، بودره تسلخات، بودره يعني هروين، يعني كوك، حاجة تانية خالص. لا وإيه؟ مكسبها أكتر من البني الطاقة 10. ما تكلمني، هو في الجامعة الأمريكية، خليه يدخلك السوق ده. بس يا كبير الموضوع ده كبير. يا عم أنت فيه إيه؟ صدقني يا طلعت، أنت لو دخلت الكار ده صدقني هتعوض كل خسايرك في أقل من أسبوع، وعد الله. لسه صغير يا كبير، ما تشيلنيش مسؤولية أكبر مني. وبعدين بقى طلعت، أنا ماليش في اللوكلوك والكلام الكتير. الله، واحد غيري كان زمانه دلوقتي علقك بسبب الفلوس اللي عندك، لكن أنا قلت أعمل بأصلي وأقف جنبك لآخر نفس، قلت برضه ابن حتتي. ولا أنت جبان؟ مين اللي جبان يا كبير؟ نخش في الموضوع وبأجمد القلوب. هو ده طلع. ماشي، هقوم اتكل على الله. ماشي، لسه لي تليفونك يا طلع. سلام يا برنس. مع السلامة يا حبيبي. انت عملت ايه في الواد ده؟ جاب جاز، انت كان لازم يعني تبعت مقاول الانفاق لشقه اللي هو منصور. كان لازم ابعته ومرمطه وخليه يسيب في التراب، عشان لما يجيلي راكع ويسمع كلامي ما يعرضنيش. فاهم يا شفيق؟ يلا انت دلوقتي وبعدين نكمل. ماشي يا كبير. صباح الفل يا سعاده الباشا. ما هو يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ ما انا ما عرفت. شكرا. ما رضيش يجي معايا، اعمل ايه؟ اجيبه بالعافيه؟ وانا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش ارفض العريس ده، ما فيهوش عيب. خلاص
حاجه بقى انا لوحدي واتقدم لك من غير اهلي ومن غير اي حد؟ ترضاها لي يا ماجد؟ عاوز تيجي تتقدم لي من غير اهلك؟ الهام الهام انا بحبك، ما تصعبهاش عليا، انا بحاول الاقي اي حل. وهتقول لهم ايه في البيت عندي؟ بحبها وبس، لكن لا عندي شغل ولا عندي فلوس ومش هنقدر نتجوز الا حليني بقى كمان 17 سنين. دي ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فيه ايه؟ دي الحقيقه يا ماجد، انت اللي مش عايز تشوفها، لكن جا الوقت اللي لازم تعرفها كويس، وتعرف كمان ان انا مش هقدر اشوفك تاني ابدا. ماجد انا خطبتي الخميس اللي جاي، وحتى رقم تليفوني هغيره عشان ما تتعبش نفسك، ولو بتحبني بجد لازم تتمنى لي الخير. مع السلامة يا ماجد. ما تقولش يعني. الهام ده كلام؟ تسيبيني وتحلقيني يا مدام؟ يا بنت يا الهام، انا عايز اعمل حمام. يا ده عيب يا عيب صاحبك يا الهام مستر باهم. ايه ده؟ شايفين؟ الهام ماجد، ماجد عشان الناس. الهام رد عليا. ماجد ماجد انزلي استرجلك انت بالادب من الحرير. الهام ايه ده؟ ماجد يا مات يا ابني بالادب. ما في رجل هنا ينزل. انزلي يا ماجد. اهدى انزلي ماجد على جنبي. شوف بس اهدى ماجد. انزلي يا الهام. انزلي انزلي يا مرمي. انزلي يا ماجد. عايزين رجالة نتكلم معاك. جايب عيلتها كلها. ده ما تفرجاش على الدهن. راح فين؟ راح فين؟ قال لي ما بيخافش من حد. ايوه عايزين رجالة نتكلم معاهم. بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع. ولا غلط. الواد انت ماجد برضو كان لازم تقول يا ماجد. جايبنا يعني تعبانين بس بص خلي لسانك حلو، الناس دي محتاجة سلاح، جيب سلاح يا بقى. خالد! خالد! يا الهام! انزلي! أنا جاي آخد حقي! ولا أنت تعمل لي فيها مجنون؟ أنا هجنن من أهلك. أهلي؟ بقول لك أنا جاي آخد حقي، جاي آخدها! تاخد مين يا ابن العبيطة؟ مين الواد ده؟ أنا اللي ماشي مع خطيبتك يا حليتها! انا اللي ماشي مع خطيبتك يا حليتها. حليتها؟ ما فعتوش الواد ده علي تموت حالا ابوظ الجوازه دي. علي تموت؟ تعالوا. لا الحمد لله بقينا احسن. احنا عملنا غسيل معده علشان كنت شارب كتير. ايه يا راجل، كنت هتنتحر ولا ايه؟ لا مش عايزك تتكلم، عايزك ترتاح خالص وتاخد نفس طبيعي، وانا هبعت حد يكمل الاجراء. ارتاح. خير يا دكتور؟ انتوا اهله؟ ايوه. كان مضروب وسكران. سكران؟ يا نهار اسود. على فكره انا ما رضيتش اعمل له محضر علشان شكله ابن ناس. ومين اللي جابه هنا يا دكتور؟ شويه عيال مساطيل. خلي بالكم منه، لو جيت هنا انا هعمل له محضر. الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه عليك يا ماجد يا حبيبي. اللي حصل يا سعاده البيه؟ خناقه بسيطه. خناقه؟ سكران وبتتخانق؟ معلش لما نروح البيت. مين اللي عمل فيك كده يا ماجد؟ قول لي.
لا يا يما لا خطوبتها دلوقتي ضاعت مني يما ضاعت خلاص يقطع الهام وسنين الهام معلش يا حبيبي ربنا ان شاء الله يعوضك باللي احسن منها ما تزعلش معلش نازل ولا ايه مش هتفطر معانا؟ لا يا حبيبي النهارده انا مش هفطر معاك لاني مشغول جدا جدا ومش فاضي. بقول لك ايه يا بابا؟ خير؟ اصل انا عايز اودي العربيه للتوكيل بصراحه وما معيش فلوس. بس كده؟ حاضر يا سيدي. اتفضل. وانا يعني عندي اغلى منك يا سلوي. خد الفيزا كارت دي. اصرف منها اللي انت عايزه وبقى راجعها لي بالليل يا حبيبي. حبيب قلبي يا بابا اللي بتخلص انت على طول. بقول لك ايه وانا سمعتك كده وانت بتخانق مع ماما بالليل هو في حاجه؟ لؤي ما تجيبليش سيرتها، سيرتها بتنرفزني بتثير اعصابي يا ساتر اعوذ بالله منها اعوذ بالله منها. والله عندك حق يا بابا والله عندك حق. ده انت راجل محترم ده انت راجل مية مية او كده بقى يقعدوا لهم شهرين ثلاثة في الخناقة دي براحتهم، ألعب أنا بقى براحتي. العب يا لولو قوي، ما تلعبش عادي. لؤي لؤي أنا رايحة النادي الفطار جاهز ها؟ ده إيه الشياكة والجمال والحلاوة؟ إيه البرفيوم ده يا مامي؟ قولي لي اسمه إيه؟ بكاش. عايز إيه؟ هو الحقيقه يا ماما انا عايز اودي العربيه للتوكيل وانت عارفه ان انا اليومين دول ما معيش فلوس خالص وبعدين يرضيك يا ماما يرضيك بذمتك الاقي بابا نازل اقول له بابا انا عايز اودي العربيه للتوكيل يبص لي كده بمنتهى القلاطه ويخلع يخلع ايه الكلام السوقي ده مين قال كلام انا قلت يخلع يخلع لا 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 انا ما قلتش الكلام ده يا ماما بقول يخرج يا ماما يخرج سامت سامعك يا ست الكل يا قمر انت ماشي هدفع لك الفلوس لما ارجع من النادي المهم عندي يا لؤي ايه اخبار المذاكره لا يا حبيبتي المذاكره دي انا عايزك تنسيها من دماغك تماما زي ما وعدتك انت مالكيش عندي غير النتيجه اخر سنه وبس انا ما بخافش غير من الثقه الزايده دي كل سنه بتقول الكلام ده وكل سنه بتسقط ولد بكاش تتمرني في دماغي ولا ايه يا ماما؟ لذيذة قوي ماما دي. خلينا في اللي احنا فيه. افتح بقى. سوسو. 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 حبيبي. وحشتني. وحشتني موت. حبيبي بقولك ايه انت فين دلوقتي طب ينفع اشوفك بالليل قشط عليك